بسرعة البنك المركزي التونسي يتوقع نسبة نمو ب 2.3% في سنة 2017. ياسر معناها الحكاية متفائلة وإلا ممكنة في ظل الوضع الاقتصادي الراهني اللي نشوفه فيه المؤشرات؟ متفائلة برشا، ممكنة إذا كان الفلاحة تمشي الصابة متاحة وتتباع البرة والسياحة ما جيناش ضربة إرهابية وطرف الصناعة اللي توا تعبة فهمني ما يزيدوش علينا في الفرانشايزينغ وغيره كاملوا سكروا المعامل وقتها ممكن وقت نحصل لنا نجم نوصل حتى 2.5%. ولكن في هذا وعدم وضوح الرؤية متاع الحكومة تخلينا نستبعد تحقيق النسبة هذه. خلينا نستبعد تحقيق 2.3%. صعيب بالظروف اليوم الحالية الموجودة في تونس صعيب. علاش؟ حتى نربطه بالمعطيات الكل. انت اليوم عندك البنك المركزي يخرج في 9000 مليار في النهار باش يمول البنوك. نفس البنوك هذيك تاخذ الفلوس هذيا باش تسلف الدوله بي تي اي ياخذوا البوند تريزور هذوما اللي هو ممنوع حتى بالقانون الجديد تاع البنك المركزي ما عندوش الحق في هذا. اليوم المديونيه طلعت لنا بريسك 61.9% من الناتج الاجمالي الخام. هذايا فيه الديون الداخليه والخارجيه. اليوم خاصه بعد ما تعطلنا في القسط الثاني والثالث نتاع الفامي رصدنا نعملوا فينومين ديفيكسيون حرمان ليكونومي من ليكيديتي وقاعدين نتسلفوا من عند البنوك والبنوك قاعده تتسلف بتو ارخص وتبيع للدوله بتو اغلى. معناها ولات ما عادش يخدم حد شيء. كان تحب البنك اليوم ينجم يسلف الدوله ويخدم 7% ويحسب عليها ساشون اللي ما عندناش مارشي سكوندير لي بون هذوما قاعدين نلعبوا بالنار في الموضوع هذايا. هذايا زيد عليه اللي اليوم سعر الفائده 4.25% راهو اقل من نسبه التضخم. معناها اليوم قاعدين نعطيه في نسبه فائده نيجاتيف سلبيه. معناها خاطر التو افكتيف نتاع الانتيغي تطرح منه تضخم وبينما التضخم ما هوش قاعد يخدم عليه حتى واحد في تونس حتى واحد اليوم في تونس. وطالبنا وانه ما بين البنك المركزي خاطر الهيلمان نتاع استقلاليه البنك المركزي هذه دخلت كل شيء بعضه. اليوم ما بين البنك المركزي وزاره التجاره يلزم تخدم مع التضخم. التضخم اليوم بالنسبه لي انا فيه تواطؤ رهيب. تواطؤ طبعا من الدوله اساليب ومعناها مسالك التوزيع ولامبورتاسيون معناها لافلاسيون امبورتي اللي جايبينها من برا وسعر الفائده اللي طايح اللي هو باش يعمل به توريد وحشي والفرانشايزينغ اللي تو معمول الفيديراسيون نتاع الاحذيه والجلود معناها وناس قاعده تسكر. اليوم معناها مؤسسات كبرى كما ما عرفش انا القاصرين بالنسبه للحلفه والدخان والفولاذ والبنوك والسياحه هذوما وكل متضررين من قرارات وغياب قرارات. اليوم فما معناها اللي سي عليه في البلاد معناها اليوم طيح الدينار العجز التجاري 5 مرات اليوم التوريد 5 مرات الصادرات جامي وصلنا لها. اليوم 8000 لا موين معناها 8000 مليار ماشي ليكونومي وما ترجعليش يا اخي باش نستناو بلانش ابيي هذه راهو ما اوني با كونسيون. اليوم الديليغاسيون تاع لافامي اللي هي في القصبه توا تعاون في وزاره الماليه باش تلقى دي ريبونس 4 اكسبيرتويت باش يلقاو لها اجابات للديليغاسيون اللي جايه لو 7 افريل حاطين لو 18 اللي هي باش تقرر وان شاء الله بركه تقرر باش تعطينا القسط هذاك نتاع لافامي معناها على الاقل الثاني. اليوم عندك ثلاثه قوانين جات لافامي قال على الاقل عادي هذوما شو القوانين اللي هم قانون نتاع الفائده المشطه تو ديزور قانون نتاع معناها الدستوريه لامبليمونتاسيون معناها تكوين لجنه الحوكمه رشيده ومقاومه الفساد وعندنا قانون اخر يهم ال فما قانون ثالث قانون هذم اون سوفرونس في الار بي من 15 جوان 2015 عامين ما ضربنا فيهم حتى ضرب وقت اللي احنا سيفو اليو معناها على الرغم من انا نعرف انا مصيرنا اليوم هو التنسيق ما بين الحكومه ولا سي عبد اللطيف سي عبد اللطيف توا كنا نسمع في التشخيص اللي هو حقيقه تشخيص معناها اسود ما عنديش حاجه اخرى باش نقولها وهذا اليوم كانوا عليه اجماع. انت تحط الحديث هذايا كنا سمعنا سي عز الدين سعيدان عنده نفس الدياجنوستيك كنا سمعنا سي حطاب معناها ابوبخي حتى الناس اللي كانوا عندهم بعض الاختلافات شويه ولاو كلهم متفقين على نفس التشخيص لكن السبب هو اللي ما فيش اتفاق. هل تعتبر السبب فيما وصلنا إليه اليوم هو هذه الإدارة الكارثية هذا التصرف الكارثي اللي نجم نحكيه عليه في الحكومات المتعاقبة وإلا هي ظروف دولية هذه أخطاء احنا تونس الحكومات القرار السياسي شنو
السياسة النقدية للبنك المركزي سياسة كارثية. وشكون يحكم فيها هذه التوانسة؟ شكون يحدد البنك المركزي فلا. اللي عندنا سنوات نستناو وقتاش باش يتغير. راهو غير معقول السياسة دخلتنا في الاقتصاد. راهو الشيء اللي يصير في البنك المركزي معناها باش نوصل انا نتخلى على واجب تحفظ ونسمي سيد محافظ نقول راهو برشا اخطاء جايه من التصرف نتاعو. مالاش فضلكم وقت يقول لك راهو عمل امبراطوريه، عمل امبراطوريه في كونسيل دادمينستراسيون يحكم وحده في البنك سنترال، يختار اللي يحب ويصوت كيما يحب. مانيش فضلك وقت نجي نقولوا وزاره التجاره عاجزه تماما وانه تطيح الاسوام. شو الاسوام طالعه تولي عندك 6% يستحيل، مينيموم عندنا 10%. وقت يجي قانون ماليه مرقع، قانون ماليه يجي يقول لك راهو الغوسيت فيسكال والسين باش يولي 11.2% على عام ناول، عملنا 1% زياده ويعاودوها في 2017. يقولنا لهم راهو قانون ماليه كادغي كادغي غلط، جميع الفرضيات اللي فيه غلطه. اليوم حتى المالية العمومية هات فكرتوا قانون الثالث اللي طلبته لفهمية هو القانون الأساسي لإصلاح أعداد الميزانية العمومية. لأن عندنا مشاكل كبيرة في الميزانية العمومية والبارح الكور دي كونت الكور دي كونت أوروبيين هي خرجت الأغلاط نتاع 3000 مليار بريسك اللي تعطاوها لأوروبا أغلاطهم هما. أما إذا كان صارت أغلاط في ديفينيسيون فما سوبليس وفما إنيفيسيونس وإنيفيكاسيتي، دونك احنا لهوني الله اعلم واش عملنا فيك الموضوع هذاك. جوستومون انت حكيت على اغلاط اخطاء، هل الاخطاء هذه تعتبر معناها اخطاء جايه من انعدام الكفاءه، عبد يخطب يحسب عمل حسبه طلعها غالطه، والا هي اخطاء كما نقولوا فولونتير اراديه؟ انعدام الكفاءه. اليوم انا نقول شوفوا وزراء الماليه اللي تعينوا في الست سنين اللي فاتوا ما فيهم ولا واحد مختص في الماليه، الكتروميكانيسيان واحد عامل تنمية الاخر يقري في الجامعة فيسكاليتي، هذوما اليوم سيفولو. وزارة السيادة كيما وزارة المالية ما تحطش فيها الناس لا تفهم في المساهمات العمومية، لا تفهم في الديوانة، لا تفهم في الجباية، لا تفهم في المالية العمومية، لا تفهم في كل ما هو من يحدد السياسة المالية اليوم؟ من يحدد السياسة المالية اليوم في تونس؟ عندك البرنامج الحكومي اللي هو مش موجود بيسكو اي دوك. شكون السياسة المالية دي شكون يحدد فيها؟ قيمة الشخص، قيمة الشخص اللي باش يشد. ما نعرفش نقولوا نحبوا على رجال دولة ولا هي تعطيني على الأقل وزارة التقنية يا رسول الله، وزارة التقنية حطوا ناس تفهم.